وسعداء جدا أن نتابع هذه الفعالية من خلال المشاركة لولاية الخرطوم عبر وزارة الثقافة والإعلام. سعداء جدا أن تكون معنا السيدة الوزيرة وزيرة الثقافة والإعلام إنعام حسن، مرحبا بك عبر فضائية الخرطوم من خلال هذه الليلة الخاصة بوزارة الثقافة والإعلام ولاية الخرطوم التي تشارك بها ضمن مهرجان السياحة والتسوق بولاية الجزيرة. مرحبا بك. أهلا بكم وأهلا بفضائية الخرطوم. عندنا في ولاية الجزيرة الولاية الخضراء ولاية الثقافة والفن والجمال، نحن في مهرجان السياحة والتسوق الأول بولاية الجزيرة. كان افتتاح المهرجان في 17 مارس من عام 2015 على يد السيد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، مهرجان تحت رعاية الدكتور محمد طاهر إيلة والي الولاية، وفيه حوالي 12 أسبوع بمشاركات متنوعة. مهرجان هو ضخم، مهرجان اقتصادي سياحي ثقافي رياضي. قصدنا من المهرجان نعمل حراك عام في الولاية، حراك نحرك فيه كل المواعين السياحية والمواعين العمل التجاري. اليوم عندنا كان ختام معرض التجاري الضخم، شاركت فيه حوالي 400 شركة، وعندنا برضو معارض للفن التشكيلي ومعارض للكتاب ومعارض معرض ضخم للتراث، صممت له قرية تراثية متخصصة. أيضا عندنا أسبوع متفرد هو أسبوع الولايات، الآن شاركتنا فيه ولاية الخرطوم. اليوم هذا المهرجان كله تحت يعني رعاية السيد الوالي وبشراكة وبرعاية من عدد من المؤسسات الكبيرة في البلد. الأسبوع ده تحديدا تحت رعاية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. اليوم يوم نحن بنعتبره يوم متميز جدا، شاركتنا فيه ولاية الخرطوم بعدد من الفقرات، بعدد من الأنشطة في التراث وفي الغناء وفي عدد من الأنشطة. حاليا نحن يعني في خضم هذه الليلة حضور مشرف جدا من أهل مدني، قصدنا من فكرتنا بتاعت المشاركات بتاعت الولايات، نقول إنه يعني عايزين نعمل تبادل ثقافي بيننا وبين هذه الولايات. الدعوة كانت من اللجنة العليا للمهرجان لولاية الخرطوم ولعدد من الولايات الصديقة والقريبة، قصدنا ناخذ عدد من الولايات في النسخة الأولى من المهرجان. إن شاء الله في أسابيع المهرجانات القادمة ناخذ عدد آخر من الولايات تشاركنا. عايزين يحصل تلاقي ويحصل تلاقح بتاع ثقافات، نتعرف على ثقافات بعض الولايات. نحن بالنسبة لنا في ولاية الجزيرة المعتبر الخرطوم من أهم الولايات المشاركة معنا. حقيقي اليوم هو متميز، والحضور زي ما بتشوفوا هو حضور يعني كبير جدا من أهل الجزيرة. أهل الجزيرة زواقون للفن وللأدب وللثقافة، هم يعني أكثر حضورا اليوم وأكثر فرح بوجود هذه المشاركة المتميزة اليوم. تحية لك السيدة الوزيرة السيدة نعم حسن وزيرة الثقافة والإعلام ولاية الجزيرة، كنت معنا من خلال هذه المساحة عبر هذا المهرجان من خلال ليلة ولاية الخرطوم.